بالنسبة بقى بما ان احنا بنتكلم عن كريستيانو وبما ان احنا بنتكلم مش كل الناس ومش كل الاسر عندها القدرة ان هي فعلا تندمج مع ثقافات مختلفة، يمكن ميسي مش من الناس او مش من العيلة، عيلته مش من العائلات اللي هي ممكن تندمج مع ثقافات توتالي مختلفة عنهم، لكن كريستيانو رونالدو واضح ان هو وعيلته عندهم القابلية ده، لان كمان من الصور اللي اكدت لنا الكلام ده امبارح كان ابنه كان لابس الزي السعودي، وكانت لقطة دي بقى اتعمل لها شير اخر مرة انا شفت كان تقريبا 500,000، ده يعني الكلام ده كان من فترة، انا دلوقتي اعتقد العدد بقى طبعا ازيد بكتير، فمع جدته طبعا، فبيأكد لك قد ايه هم اندمجوا في الثقافة هناك السعودية والثقافة العربية وكذا. دي مش الصورة الوحيدة يا كريم، دي اكيد اكتر من صورة لكريستيانو وغيره، لسه ما شفناش جورجينا اندمجت بس هي بتظبط حالها، بتشيلش بس ربما بتظبط تندمج حالها، يعني كانت خاربه الدنيا في المولات هناك في الفتره الاخيره. يعني بس كانت من زي ما كنت بقول لحضراتكم انا وكريم من اللقطات اللي عامله يعني شير بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وهي بصراحه لازم يعني حفل ميسي ده لوحده وشوف قد ايه ناس طبعا كانت بتتابعه زي ما كنا بنقول.